استقبل وزير المكتب السلطاني معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني الفريق الكروي الأول بنادي المضيبي الرياضي الثقافي المتوج ببطولة دور الدرجة الأولى للموسم الحالي 2016-2017 والصاعد لمصاف دور المحترفين للموسم المقبل، وذلك تكريما للفريق على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للنادي وولاية المضيبي بشكل عام. وجاء استقبال معاليه للاعبين والجهازين الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة والداعمين في الجانبين الفني والإداري للفريق في مسيرته بهذا الموسم للاحتفال معهم بالإنجاز، باعتبار معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني الداعم الأول لمسيرة الفريق خلال هذا الموسم، وهو أحد أبناء ولاية المضيبي.